بلا روتوش. حكيم أيوة اليوم شربت بالوامية مش يقول اللي يشوف في حكيم نحب نقوله راه في الأفق قلت له عندك خمسة دقائق هذيك علاش لا حول الله ومرة تقولي ازربوا اليوم أنا اخترت أني باش مش نحكي على الإضراب لكن مش نحكي على ما يخفيه الإضراب الإضراب العام اليوم في القطاع العمومي كما قلت سماح هي هو الشجرة اللي تخفي الغابة هو الحدث للأسف الشديد ومعناها موش حدث معناها عادي لكن حدث باش يتسبب في تداعيات سلبية خاصة على المالية العمومية على المناخ الاجتماعي عموما معناها اللي شفنا أن المفاوضات اللي تقريبا في زوز لقاءات 5+5 ثم لقاء الأمين عام اتحاد الشغل مع رئيس الحكومة ولمدة تقريبا ساعتين واللي ما أفضاش إلى اتفاق ويبدو أن المسافة مشي وتبعد بشوية بين الحكومة والاتحاد خلف الإضراب وتداعياته المالية الخسائر باش تكون معناها كبيرة برشا وبعضها ما نعرفش قداش بالضبط الحكومة والدولة من ورائها قاعدة تواجه في متاعب كبيرة مش نذكر ببعض الأرقام اللي الأرقام الصادمة شوية اللي نسبة التضخم اليوم اللي وصلت إلى 7.8% وهكا معناها تعاود ترجع إلى المستوى القياسي والخبراء الاقتصاد اللي يتوقعوا أن النسبة هذه مش مزيد فمش كل يحكي على حتى على الوصول إلى مستوى 10% من نسبة التضخم نتيجة طبعا ارتفاع الأسعار وغيره بعض المؤشرات الأخرى تقريبا بين الملفات اللي باش يخلي الحكومة مطالبة باش تجند يعني كل وسائلها ولو أنها اليوم لا تحتكم على برشا وسائل هو ارتفاع نسبة البطالة إلى مستوى 16.1% تقريبا يعني زدنا 1% في خلال تقريبا في أقل من عام ونص عجز الميزان التجاري اللي وصل إلى حوالي 2151 بالمناسبة حبيت نعود نرجع شوية الإضراب العام في المؤسسات العمومية القطاع العمومي باش نذكر بشوية أرقام القروض المسندة من قبل الدولة اش معناها القروض اللي هي التمويلات اللي تمنحها الدولة إلى المؤسسات العمومية العاجزة لتسديد العجز متاعها أو لمواجهة نفقات في شكل قروض تعطيها هي عملية ضخ لأموال القروض هذه وصلت إلى تقريبا حوالي 18% وهذه أعلى النسبة وصلت لها الحكومة في المدة الأخيرة من خلال تقريبا زوز ولا ثلاثة مجالس وزارية قررت أنها باش تمشي إلى نحو في اتجاه تصفية الديون هذه اللي تسمى ديون متقاطعة طبعا حسب الـ 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 القطاعات والتصرف في بعض الأسهم الحكومية في كيفاش هذا باش يجي إما عن طريق التفويت كليا في المؤسسات العمومية اللي تملك فيها الدولة اللي تملكها بنسبة 100% أو التفويت في بعض الأسهم خاصة الأسهم الصغيرة اللي تملكها الدولة في المؤسسات العمومية هنا نحكيه على الأسهم اللي تقل عن 50% اللي زاد في الخسائر المالية للمؤسسات العمومية هو الارتفاع الأخير والكبير في أسعار المحروقات في السوق العالمية انعكس تحديدا على قطاع النقل قطاع النقل اليوم اللي يعاني ومازالت ما خرجتش الأرقام خسائره باش تكون أكثر بكثير نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات نحكي هنا على شركات النقل خاصة العمومي الحكومة اليوم متجهة أيضا وهذا ما تم اقتراحه باش تراجع دور الدولة في المؤسسات العمومية يعني ما يقتصرش دور الدولة في أنها تضخ الفلوس لأنه نعرف اللي حتى الدولة تعاني اليوم من نقص الموارد المالية باش نذكر بآخر الأرقام اللي خرجت أرقام تبدو مفزعة شوية المئة وحداش مؤسسة عمومية اللي يصير فيها الإضراب اليوم خسائرها وصلت
إلى 6.5 مليار دينار اليوم، خسائر كبيرة برشا، يعني أرقام غير مسبوقة. ثم جزء كبير منها هو في شكل مستحقات لفائدة الدولة. مش نعطي على سبيل المثال مستحقات مثلا المؤسسة التونسية الأنشطة البترولية لتاب تجاه استاك وصل تقريبا إلى 774 مليار، طبعا نتيجة عدم استخلاص الديون هذه. لتاب في المدة الأخيرة توقفت عن خلاص دائنها، ما عادش قادرة باش تخلص، ما عادش تخلص دائنها، ومع وعاجزة اليوم حتى باش تخلص مستحقاتها تجاه الدولة. عجزها المالي وصل تقريبا إلى حوالي 830 مليار. الشركة التونسية لصناعة التكرير هي نفسها وصل عجزها المالي لدى الدولة إلى قرابة تقريبا 2.1 مليار دينار. هذا كل طبعا أدى إلى تدهور الوضعية المالية للعديد من المؤسسات العمومية نتيجة معناها العجز هذا، شيء اللي خليها ما عادش قادرة باش تخلص يعني المستحقات الجبائية تجاه الدولة وأيضا قروضها لدى البنوك. الدولة نتيجة هذا، نتيجة نقص الموارد الجبائية هذه من المؤسسات العاجزة هذه، ولا تبحث على حلول أخرى. هنا ذكر زادة اللي السيناربياس مثلا صندوق التقاعد اللي ديونه الجبائية وصلت حوالي 333 مليون دينار. الديون الجبائية رواه مش الديون بشكل عام. شركة نقل تونس 900 مليون دينار، تونسير 51 مليون دينار. هذا كل يخلينا نطرح السؤال اليوم، هل أن الحكومة قادرة باش تواجه المتاعب هذه؟ طبعا ما حكيناش على صعوبة الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي إلى حد الآن. هل أنها قادرة اليوم باش تواجه هالمتاعب هذه في القطاع العمومي؟ طبعا يعني غير ما ندخل في مجالات أخرى، خاصة في كتلة الأجور اليوم اللي وربما يمكن نحكيه عليها في مناسبة أخرى، اللي عرفت ارتفاع وتقريبا من المعضلات الكبيرة اللي مش تواجهها الحكومة في المدة القادمة هي كيفية امتصاص التضخم هذا. واضح. وبش تدخل في طور في مرحلة التخلي عن جزء من الموظفين، وهذا ما هوش سهل، بش تواجه فيه مشكلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.